السلام عليكم. فتحت مصالح الأمن لولاية بومرداس اليوم تحقيقا حول اكتشاف هيكل لرأس حمار أكرمكم الله بمزبلة في حي 11 ديسمبر بعاصمة ولاية بومرداس. وتم اكتشاف هيكل رأس الحمار مرمي بمزبلة وسط المدينة ووسط حي معروف بانتشار محلات بيع اللحوم. وما وقفنا عليه هو قيام مصالح الأمن بالمعاينة وأخذ صور، وتم فتح تحقيق خاصة وأنه يشتبه استعمال لحم الحمير للبيع كمادة استهلاكية للمواطنين، فيما تعمل مصالح الأمن على تحديد هوية الفاعلين للقبض عليهم وتسليمهم للعدالة.